تلتقط شركة جوجل برنامج مهارات من جوجل، وهو عبارة عن برنامج مجاني لبناء المهارات الرقمية باللغة العربية، هدف مساعدة الأشخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعثور على وظائف أو تعزيز حياتهم المهنية أو تنمية أعمالهم. هالبرنامج تم بالتعاون مع مؤسسة إنجاز العرب اللي بتسعى إلى الوصول لمئة ألف تلميذ وطالب بالعالم العربي. بيعتمد البرنامج على مجموعة من جلسات التدريب المباشرة الإلكترونية من أجل توفير دروس وأدوات تدريب مجانية لتنمية المهارات الرقمية لدى الطلاب والمعلمين وأصحاب الشركات والباحثين عن وظائف. وبتوفر هالمنصة المتاحة على الإنترنت 100 درس حول 26 موضوع أساسي بمجال التسويق الرقمي، حيث بتقدم جوجل للمتدربين شهادة بعد إكمال البرنامج اللي بيستغرق حوالي 9 ساعات.